سلام يا شباب صبايا، اليوم كمان بدنا نعطيكم شوي انترودكشن عن الكاركترستيك اوف اليوكيميا الليمفوماز اند مالتيبل مايلوما. يعني لما بتسمعوا مثلا بقول لك في عنده هذا اليوكيميا او في عنده الليمفوما او في عنده مالتيبل مايلوما، شو الفرق بينهم؟ هذول كلهم بصيروا بالدم بس شو الفرق بينهم؟ ليش خلوهم يختلفوا عن بعضهم البعض؟ اليوكيميا اللي هي مثلا اللي بصير صنفها العالم اسمه فيركوي عام 1839، لانها بصير بالوايت بلاد سيلز وبتخلي الواحد يصير في عنده فيفر ويكنس، قال عنها اليوكيميا. بس الليمفوما بتصير بالليمف نود، عارفين يعني مثلا بصير بالغدد الليمفاوية اللي حوالي الرقبة، بالستيرنم، بالبايرز باتشز، ممكن تكون على اللانجز، ممكن تكون بالانتستين، ممكن تكون بمنطقة الحوض، حسب ما يكون في عند الواحد الليمف نود بتصير فيها. طبعا شو الفرق بين الليمفوما واليوكيميا؟ اليوكيميا اصلها بالبون مارو، كويس، دخاء العظم، بس الليمفوما بتكون بالليمف نود. الليمفوما بتعمل ماس، يعني كل الواحد بيطلع له ورم جنب رقبته او مثلا فوق اللانجز او فوق الكلى، بس باليوكيميا ما بيطلع له ورم، كويس. ميجر اللي مثلا اللي بالليمفوما بيرتفع عن البي سيلز اللي هن البي ليمفوسايت، بس باليوكيميا مش شرط، ممكن يكون الليمفوسايت، ممكن يكون المونوسايت، اوكي. ورح ناخذ تصنيف لما نصل تشابتر 19 و20، صبركو. You will have plenty of names وشغلات جديدة. المالتيبل مايلوما خليط من الاثنين. المالتيبل مايلوما بصير بالبلازما سيل، كمان المالتيبل مايلوما بتصير بالبون، يعني شايفين بتشبه اليوكيميا انها بتصير بالبون مرو، وكمان بتعمل ماس وبتصير بالبلازما سيل. فانتبهوا على الفرق بينهم، كويس. ليوكيميا ليمفوما اند مالتيبل مايلوما نيو بلاستيك بروليفريتيف ديزيز، يعني في نيو بلازما معناها سرطان. ليوكيميا از ا ديزيز يوجوالي اوف ليوكوسايت، دائما لما اقول ليوكيميا ات از ان ذا وايت بلاد سيلز بيريود اند بون مارو، ان ذا بلاد اند بون مارو. ليمفوما از جنرالي تيرم فور مالجنسي، مالجنسي معناها سرطان الخبيث، ومش كل سرطان خبيث ديد اند مثل ما بقولوها الواحد بموت، لا، في سرطانات الواحد ممكن فيها يعيش، كويس. الليمفوما ستارت ان جنرال فور تير فور مالجنسي ستارت ان ذا ليمف سيستم، مينلي ان ذا ليمف نود، في الغدد او العقد الليمفاويه. ذا تو مين كاينز اوف ليمفوما هاتشكنز ليمفوما ان هاتشكنز ليمفوما، وهذول توبيك يعني كامل راح ناخذ معنا 3 محاضرات اللي هو هاتشكنز نون هاتشكنز، سمون هاتشكنز على اسم الدكتور الانجليزي اللي اكتشفهن. في نوع حتى ثالث اسمه بوركتس ليمفوما، كويس، هذا كان ضابط بالجيش الانجليزي وصنفهن. في نوع هاتشكنز ونون هاتشكنز راح نحكي لكم شو الفرق بينهم ومين اخطر وليش صنفوهم بيختلفوا عن بعضهم البعض. زي ما راح ناخذ عن المالتيبل عن اليوكيميا انه صنفوهم حسب الفاب الفرنش امريكان بريتش كلاسيفيكيشن او حسب دبليو اتش او اللي هو الورد هيلث اورجانيزيشن كلاسيفيكيشن. المايلوما از ا فورم اوف كانسر اوف ذا بلازما سيل، شفتوا البلازما سيل هاي اللي ما طولناش واحنا نشرح عنها، شايفين قديش مهمه هاي. مثلا لما يصير فيها سرطان بسموها مالتيبل مايلوما. ذا سيل اوفر جرو، الخليه بتكبر بتتكاثر، بس الخليه هاي تيومرس سيل وبتكون بالبون مارو، فمصانع الدم نفسها بصير فيها خلل، يعني الخليه الام، كويس، بصير فيها خلل. طب شو مشكلتها هاي البلازما سيل؟ هاي ما تصنع، خليها تصنع وتطلع بالمر، شو مشكلتها؟ فيها something wrong. Think about it. لما نصل للمالتيبل مايلوما راح تكون واحد من الوظائف اللي راح اكتب لكم اياهم، كويس. في عندنا forms of leukemia، كمان اشكال اليوكيميا، صنفوهم الاطباء والعلماء والباثولوجيست as حسب انه في عندنا توتال ليوكوسايت كاونت. لما بتطلع على التوتال ليوكوسايت كاونت اوف اليوكيميا في شيء صنفوا اكيوت، في شيء صنفوا كرونيك. اكيوت معناها هاد، مش كيوت، كيوت معناها كلمه ثانيه، كويس. اكيوت معناها هاد، يعني ايش؟ بيظهر فجاه، كويس، عند الواحد. كرونيك
مزمن. ممكن الواحد يكون في عنده كرونيك ليوكيميا، كرونيك ليمفوسيتيك ليوكيميا، وما يدريش انه في عنده كرونيك ليمفوسيتيك ليوكيميا، بروح بتصور رجله بتنكسر، بيعملوا له السي بي سي، كان ابن المختبر بقول له المريض هذا في عنده ليوكيميا، هو مش داري عن حاله كويس. حسب الاليفيشن تبع التوتال ليوكوسايت كاونت. فهون لما ليش بنحكي هيك؟ لانه لما بيعملوا السي بي سي عارفين انه اكبر خلايا راح يكون النيوتروفيل بالعدد، سواء ابسوليوت او ريلاتيف كاونت. بس بحالات الليوكيميا راح تشوف مرات الليمفوسايت اكثر من النيوتروفيل، راح تشوف المونوسايت اكثر من النيوتروفيل، وهذا ابنورمال. ذيس از ابنورمال، مش 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 وضع سليم. اوكي، كمان حسب البروجنوسيس اوف سرفايفل اند ان انتريتد اكيوت فورم. في عندنا كمان البروجنوسيس اللي هو تطور المرض، كمان صنفوهم لايك ذس. مثلا الكرونيك ليوكيميا ممكن تتعالج، وممكن انه عادي البيشنت ريكفر. في عندنا الاكيوت بعض انواعها زي الام اي ام اي ام ال 3 بتتعالج عادي وبطيب الواحد منها، بيعتمد على انه هل الدكتور اكتشفها بكير وقدر يسيطر عليها ولا لا. كويس، كل هذا السلايد تايتل تبعته من فوق فورمز اوف ليوكيميا اكيوت اور كرونيك، وراح نحكي لكم كيف هذا كله، بس انترودكشن على مش شيء. كويس، كمان في تصنيفين مثل ما حكينا صنفوهم الوورلد هيلث اورجانيزيشن بالنسبه لليوكيميا. احنا بنحكي هسه صنفوهم حسب الفرنش امريكان بريتش كلاسيفيكيشن، من ديجري نمبر 1 لديجري 7. كويس، كمان صنفوهم الوورلد هيلث اورجانيزيشن سيستم، عملوا تصنيف ثاني اعتمدوا على الموليكولار انفورميشن، يعني اعتمدوا على الترانسفورميشن اللي صار، بعرفش اذا سمعتوا بشيء اسمه فيلادلفيا كروموزوم، واعتمدوا على السي ديز اللي بكون موجودات اللي حكينا عنها زي سي دي 19 سي دي 20. كويس، بالتصنيف. بعرف المحاضره شويه فيري هارد تو دايجست لانه الطلاب بيعرفوش لسه كثير عن الليوكيميا، بس ان جنرال هاي هيك بسطها اكثر شيء. في يوزن ذا فاب، فاب اختصار للفرنش امريكان بريتش، صنفوهم 3 كاتيجوريز اللي هم مايلوجينيك ليوكيميا، مونوسيتيك اور ليمفوسيتيك. شايفين هاي الفرنش امريكان بريتش صنفون it is either myelogenic or monocytic or lymphocytic. بس الورد هيلث اورجانيزيشن صنفهم تصنيف ثاني شبيه له، بس لا ما ذكرش فيهم المايلوجينيك. كويس، ما ذكرش فيهم سوري المونوسيتيك، يعني دمج المونوسيتيك والمايلوجينيك بالمايلويد والليمفويد، وحط هيستوسايت اور دندرياتيك سيل اللي هي الخلايا اللي بتكون بالليمفوسايت، اللي بتكون بالليمف نود، بسموها دندرياتيك سيلز. كويس، الكلاسيفيكيشن بيزد اون ذا مورفولوجي بت كومباين ذيس انفورميشن وذ اميونوفينوتايبنج، يعني اعتمدوا على الاميونوفينوتايبنج وعلى الجينيتك ستادي اللي هم متبعين ال WHO. كويس، سواء كان هاي الجينيتك ستاديز بالبيرترال بلاد بالبون مارو اند ان ذا ليمف نود. كمان البروجنوزز اند تريتمنت صنفوهم حسب البروجنوزز اند تريتمنت. في بعض الليوكيميا وحتى الليمفوما الى جود بروجنوزز حسب مثلا اذا الدرج اللي عالجوا فيه، في بعضها مثلا مودرن دراجز which are more effective against malignant cells and less toxic to the patient. بعض الدرجز بعض الكيموثيرابي بتارجت المالignant cell ما بتاثرش على الهيلثي سيلز. يعني بتعرفوا مثلا بعض الكيموثيرابي او حتى الراديشن لما يعرضوا المريض للراديشن بقتل خلايا سرطانيه، كمان بقتل خلايا سليمه. ففي بعض الناس مثلا بتكون حالتهم متاخره بالسرطان، لما تقتلوا خلايا سليمه بتلاحظوا بصير مثلا شعره ينزل، بصير في عنده تقرحات. اذا شفتوه مركز الحساسيه للسرطان مثلا بصير تقرحات باللثه، بلسان اسنان الواحد بينزلوا، جلد الواحد بصير شوية زي البلاستيك. كويس، كلها هاي من اثار الكيموثيرابي والراديشن. كويس، في هون بيحكوا عن انه في دراجز دايركت تريتمنت زي السي ام ال لقوا انه فعلا فعالة، انه عالجت المرضى هذول بالكرونيك مايلوجينيك ليوكيميا. سي ام ال
راح نحكيكم عن السي ام ال والاي ام ال والاي ال ال والسي ال ال، كلهم هذول ليوكيميز راح نحكيهم بالتفصيل. فاكتورز ريليتد تو اوكرنس اوف ذا ليوكيميا، شو اللي بخلي الواحد مثل الناس في عندهم ليوكيميا، بعض الناس ما بيصيرش في عندهم ليوكيميا كويس. في عندنا كلونال ديزيز مثلا، بعض الديفكت اور ابنورمالتي بالبروجنريتر سيل اللي هي الخليه الام، الخليه اللي بتصنعهم، اور ميوتيشن، او في عندنا جين كوز ترانسفورميشن. مثلا في عندنا عمليه، بعرفش اذا اخذتوا جينيتك او اخذتوا مولكولار بيولوجي، في عمليه بسموها ترانسفورميشن للجين كويس، زي اللي مثلا اللي بيكون في عندهم داون سيندروم، خلي اذا بتاخذوا سميتوا بشيء اسمه كاريوتايبنج. اوكي، في عندنا كمان اكيوبيشنال اكسبوجر، في عندنا بعض المهن مثلا بيشتغلوا بالمطارات دائما بيحكوا انه بتعرضوا لسرطانات الرئه، هذا وجدوه بالكويت كثير، انه واللي بيشتغلوا مصانع الدهان، بعض الدراجز اذا بياخذوها الواحد بالدراجز مثلا، بعض الكيميكالز زي الزايلين اليوم حكينا بعض الناس انه الزايلين مثلا كارسينوجين، فكانوا يستخدموا زمان انه في عدسات الكمبيوتر بطلوا بعدين. بعض الفيروسات ممكن تسبب الليوكيميا وخصوصا هيباتيتس سي فيروس ممكن ينتهي بالليوكيميا كويس. في عندنا مثلا ميوتيشن اللي بتاثر لها دور بتلعب بالليوكيميا، اكيد اخذتوها بعرفش انتو اذا اخذتوا جينتك ولا لا. في عندنا ترانسلوكيشن ميوتيشن، موست كومن تايب اوف دي ان اي تشينج ذات ليد تو ليوكيميا. في عندنا ديليشن، انه بارت من الدي ان اي كله بصير له ديليشن، بارت اوف ذا كروموزوم. في عندنا انفيرجن اللي هو انقلاب، في عندنا انقلاب للجين اوكي، بيكوز ذا سيل كان نو لونجر ريد ذا انستراكشن. بتعرفوا اذا الدي ان اي تاثر الار ان اي راح يختلف، فبالتالي البولي بيبتايد راح يكون بولي بيبتايد جديد، الجسم ما بيعرفوش، فخلايا سرطانيه كويس. وهاي الخلايا السرطانيه مشكلتها انها بتاخذ النيوتريانت تبعت الخلايا الثانيه، والخلايا هاي بتظلها تنقسم كويس، بتظلها تنقسم وما لها شغل، يعني هي نون فانكشنال. يعني زي واحد مثلا تخصص التاريخ حاطينه يدرس معانا علوم طبية كويس، ولا تشبيه كويس. كمان في عندنا additional of extra chromosome example عليهم زي اللي عندهم داون سيندروم، في عندهم extra chromosome، بعرف اذا اخذتوه بالكاريوتايبنج. دير بالكم مرضى الداون سيندروم هاي يعني المنغولي المنغوليزم، في عندهم نوع مراحل حياتهم اذا عاشوا فوق الاربعين بصير في عندهم سي ام ال اللي هي كرونيك مايلوجينيك ليوكيميا اللي حكينا عنها. في عندنا اونكوجين، الاونكوجين تعريفه a single oncogene produced through a mutation in the target cell is not sufficient to convert this into the full blown cancer cells. في عندنا شيء بسموه اللي هو عامل ما قبل السرطان، يعني جين قابلية يصير سرطاني كويس، اور كانسر بريديسبوزنج جينز، اور مثلا في عندنا بعض الجينز لها نزعه انها تصير سرطانيه بطبيعتها. سم جينز مي افكت ذا هوست ابيليتي تو ريبير ريزلتنج دامج تو دي ان اي. بعرف اخذتوه بالريبليكيشن اوف ذا دي ان اي، انه في عندنا دي ان اي ريبير سيستم، يعني شيء بسموه كوازاكي سيجمنت. هاي الكوازاكي سيجمنت اذا ما بصير لها ريبليكيشن مضبوط، في سيستم بيعملها ريبير، السيستم هذا اللي بيعملها ريبير ما بيشتغل عند هذول الناس، فبالتالي بيطلع عنا اشي بسموه اونكوجين. ان شاء الله بنوقف وانا بنكمل المرة الجاية بإذن الله. السلام.